بالخير أحييكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان. نأخذكم كالمعتاد للتعرف على آخر متابعاتنا وتقاريرنا الرياضية اللي نضعها أمامكم أولا بأول، وللتذكير بإمكان جميع مشاهدينا متابعة هذه الحلقة على الهواء مباشرة عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية. جولة الشوط الثالث لهذا اليوم نبدأها من أهم العناوين. إدارة فريق القوة الجوية تقيم احتفالية لمناسبة حصول فريقها على النجمة الآسيوية الثالثة والفوز بكأس الاتحاد الآسيوي بحضور شخصيات رياضية وعامة. الهيئة العامة لاتحاد الجودو تختار عدي الربيعي رئيسا للاتحاد بعد انسحاب الرئيس السابق سمير الموسوي، والذي يلجأ لممثل الاتحاد الآسيوي بإعادة الانتخابات والإبقاء عليه رئيسا للاتحاد. وحلبة منتدى شباب الموصل تعود للواجهة من جديد وتحتضن منافسات بطولة أندية نينوى لفئة الناشئين بالملاكمة لاختيار الأفضل بتمثيل منتخب المحافظة ضمن منهاج ممثلية أولمبية الموصل. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادتي المشاهدين. نبدأ من احتفالية فريق القوة الجوية الذي احتفل بمناسبة حصول فريقه على كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثالثة على التوالي. هذه الاحتفالية اللي شهدت حضور كبير لشخصيات رياضية وفنية وثقافية وأيضا عدد من لاعبي الفريق. إدارة القوة الجوية عبرت عن سرورها البالغ لدعم اتحاد الكرة وأيضا اتحاد جميع الاتحادات الرياضية وروابط الجمهور اللي كانت داعمة لفريق القوة الجوية بمناسبة حصوله على لقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثالثة على التوالي. أيضا هذه اللقطات اللي نشاهدها سادتي المشاهدين بعدسة فريق عمل الشوط الثالث ومصورنا ياسر جمال اللي كان حاضر في أروقة هذه الاحتفالية، واللي أيضا شهدت بعض الفعاليات الفنية اللي كان الجميع مبتهل لهذا الفوز الكبير اللي حققه فريق القوة الجوية وهو إضافة للكرة العراقية. أيضا أجرينا بعض اللقاءات مع الكابتن باسم قاسم وعدد من الحاضرين نتابع. يعني حقيقة جزيل الشكر والامتنان لكافة الإخوان اللي حضروا اليوم ويشاركونا احتفالية نادي القوة الجوية بمناسبة حصوله 3 سنوات على التوالي كأس الاتحاد الآسيوي، وهو الإنجاز غير مسبوق على مستوى الكرة العراقية وغير مسبوق 3 سنوات على التوالي على مستوى آسيا. وأنا أعتقد هذا إنجاز لجماهير الجوية العزيزة ولتاريخ الجوية وكذلك لجماهير العراق بشكل عام. لذلك أنا أعتقد هذا تواجد اليوم يعني بكافة أطياف الشعب العراقي، بكافة المسؤولين اللي حضروا معنا، بكافة الجماهير اللي حضرت، أعتقد أنا اليوم هذا هو بمثابة تكريم آخر، كأنما نحمل الكأس مرة أخرى اليوم تواجد هذا الجمع الغفير. ثالث إنجاز آسيوي طبعا للعراق، يعني قبل أن نقول القوة الجوية هو للعراق. طبعا أكيد إدارة النادي، جمهور النادي، لاعبين النادي طبعا تعبوا كلش بهذه الـ3 بطولات. اليوم تكلل هذا المجهود مالتهم او الانجاز، مجمل الانجاز كما اليوم بهذه الفرحه. اليوم مثل ما تشوف احتفاليه كبرى مسوين نادي القوه الجويه، مجموعه الله الوطن الجويه، للاحتفال بنجومهم، نجوم القوه الجويه. ان شاء الله يا ربي كل التوفيق لنادينا نادي القوه الجويه. إذا سادتي المشاهدين نبارك الفوز الكبير اللي حققه فريق القوة الجوية بكأس الاتحاد الآسيوي. نذهب سادتي المشاهدين إلى انتخابات اتحاد الجودو واللي جرت ظهر السبت على قاعة المركز الثقافي النفطي. الهيئة العامة لاتحاد الجودو انتخبت الدكتور عدي الربيعي رئيسا للاتحاد، وطبعا الرئيس السابق سمير الموسوي انسحب أثناء الانتخابات، واللي حضرها طبعا 32 عضو يمثلون الهيئة العامة لاتحاد اللعبة البالغ عددهم 51، وفاز بمنصب نائب الرئيس ربيع لفتة،
وذهب منصب أمين السر إلى فراس حمزة، وحصل عباس عيسى على منصب الأمين المالي، بينما فاز بالعضوية طه قمر وفهد رسول وعلي نظار وطه ياسين. أيضا أجرينا هذه اللقاءات وحصلت بعض الأمور اللي راح نناقشها بعد أن نستمع إلى هذه اللقاءات اللي أجرها زميلنا محمد الخفاجي. حقيقة احنا اليوم تحت لواء اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، هي صاحبة الكلمة الفصل في هذه الانتخابات. اليوم الهيئة المشرفة مشكلة وفق القانون العراقي النافذ بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. إذا احنا أناس تابعين إلى دولة، إلى حكومة، إلى قانون عراقي. اليوم كل هذه الهيئة العامة اجتمعت لتطبيق القانون العراقي. اليوم القانون العراقي هو اللي قال كلمته، وتحدينا كل الاعتراضات وتحدينا كل الأمور اللي كانت تحاول عرقلة تطبيق وسير القانون العراقي. أؤكد القانون العراقي اللي يجب أن يحترم. اليوم قلنا كلمتنا وإن شاء الله ماضين لتطبيق القانون بحذافيره، وإن شاء الله الموفقية للجميع. تأكيد يعني لا توجد انتخابات لأي اتحاد لا تخلو من مشاكل إلا ما ندر، لأن هناك كتلتين أو ثلاثة يعني متنافسة على الفوز، وهاي أكيد الانتخابات هي لعبة تنافسية شريفة. الحمد لله والشكر يعني فازت هذه الهيئة الإدارية الجديدة، وأنا كل طموح مع زملائي أن نقدم شيء للجودة العراقية ونحافظ على ديمومتها ونرتقي بها إلى مصافي الدول المتقدمة إن شاء الله. إن شاء الله القادم سيكون أفضل، نكمل مسيرة الاتحاد اللي إحنا كنا جزء من عنده. باب الاتحاد بإذن الله راح يكون مفتوح للجميع، ما عندنا خطوط حمراء على الكل، الكل أسرة واحدة، ونعمل على رفع من شأن لعبة الجودو بالعراق. مبروك للفائزين. الحقيقة راح نعلق على شغلة قبل أن أذهب إلى انتخابات السباحة. بعد نهاية انتخابات اتحاد الجودو اللي شهدت انسحاب سمير الموسوي الرئيس السابق، المناوئين لسمير الموسوي أيضا عددهم 18 انسحبوا من القاعة، وبالتالي اللجنة المشرفة على الانتخابات اللي تمثل القانون العراقي، القضاء العراقي، وتمثل مكانة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، لأن الانتخابات تسير وفق القوانين العراقية، وبالتالي كل الانتخابات اللي صارت تحت لواء القضاء والقانون العراقي. اللي صار، وحتى نخليكم في قلب الحدث سادتي المشاهدين، كان حاضر اثنين، واحد ممثل اتحاد آسيوي، طبعا هو يصير أمين سر اتحاد غرب آسيا اللي هو عيد العنزي من الكويت الشقيق. طبعا هو كان حاضر ممثلا عن رئاسة الاتحاد الآسيوي، لأن رئاسة الاتحاد الآسيوي للجودو يشغلها كويتي، وبالتالي كان حاضر بصفة مراقب. وأيضا كان حاضر شخصية أخرى إيراني الحقيقة، اللي هو ممثل الاتحاد الدولي دركشان محمد، أيضا كان حاضر بصفة مراقب. ما من حقهم يطلبون من الهيئة العامة لاتحاد الجودو ويطلبون من اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية بإعادة الانتخابات ويحضرها سمير الموسوي والـ 18 اللي موجودين. الحقيقة هاي مخالفة صريحة، هاي مخالفة لا يمكن أن نسكت عنها. رئيس اتحاد الجودو السابق سمير الموسوي ارتكب مخالفة بحق اللجنة المشرفة على الانتخابات وبحق الرياضة العراقية، لأنه المفروض هو ما ينسحب من الانتخابات نهائيا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ضيفين عزيزين من بلد صديق ومن بلد شقيق لا يمكن أن يملوا أجندتهم على هيئة عامة عراقية، لا يمكن، لأنه الانتخابات سارت وفق القانون العراقي. وبالتالي هذا الموضوع الحقيقة اللي إحنا نخليه بين خطين، اتصلنا باللجنة الأولمبية وقلنا لهم يا جماعة شنو موقفكم؟ اللجنة الأولمبية قالت إحنا نعتمد الانتخابات اللي أشرفنا إحنا عليه، اللي أشرفت عليها اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الجودو، وسنتعامل مع الانتخابات اللي أفرزت الدكتور عدي الربيعي رئيسا للاتحاد، هو هذا الرئيس، ورح نرسل برقية إلى الاتحاد الدولي نشعره بنتيجة انتخاباتنا اللي سويناها وفق القانون المسموح عنده
مع أعضاء الهيئة العامة والأندية اللي إحنا معترفين بها، ونرسل لكم الانتخابات اللي سواها عيد العنزي اللي هو حقيقة حتى بالمقاييس العامة هو أمين سر اتحاد غرب آسيا، يعني هو تحت سلطة سمير الموسوي رئيس اتحاد غرب آسيا للجودو. وبالتالي لا يمكن لا عيد ولا غير عيد ولا دركشان أن يعيدون انتخابات تابعة للقضاء العراقي، للسلطة العراقية، لهيبة اللجنة الأولمبية العراقية، مع اعتزازنا بالسيد سمير الموسوي اللي فاجئنا بانسحابه يوم أمس. إذا كان لديك اعتراض يا سيد سمير، ومو إحنا اللي يعني نفهمك الصح من الغلط، يعني حاشاك أنت تعرف الصح من الغلط، لكن أنت المفروض تشارك بالانتخابات، وعندما تخسر أو لا تفوز اطعن بشرعية الانتخابات وقدم ما يثبت صحة ادعائك، وبالتالي عندنا قضاء عادل. لا يمكن أن تعتمد على ضيف جاي، يعني ضيف يجي يتحكم بال 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 بالأندية العراقية وبالهيئات العامة، وهذا ما يصير وهذا يصير، ما عنده سلطة. يعني يصير سمير الموسوي يروح مراقب انتخابات في انتخابات الكويت ويطوب للكويتين ويقول لهم هاي ما يصير عيدوا الانتخابات؟ يصير؟ تقدر استاذ سمير؟ ما تقدر. ليش احنا نسمح للضيف انه يتلاعب؟ ليش؟ وين هيبتنا؟ وين مكانتنا؟ وين قانوننا الرياضي؟ هذه لا صايره ولا دايره. الحقيقه هاي ولدت رده فعل كبيره عند الشارع الرياضي، عند الاعلام، عند الهيئات العامه. اخوان هذا تعدي على هيبه الرياضة العراقية. إحنا لا مع عدي ولا مع سمير، إحنا مع هيبة الرياضة العراقية وشرعية قانونيتها اللي تسير بالطريق الصحيح. وهذا الموضوع الحقيقة استفزنا كثيرا. من هو يعني عيد على رأسنا وعيننا؟ تجي ضيف عزيز نخليك على رأسنا، ضيف كريم تأخذ واجب الضيافة، والعراقيين معروفين بكرمهم، لكن تجي أنت تملي أجنتك وأنت ما يقبلك ما يعجبك، ما لك علاقة. أنت تخرج من الانتخابات وتكتب إذا كنت فعلا موفد رئيس الاتحاد الآسيوي، تجي تقول يا بهاي الانتخابات صار بها كذا وكذا وكذا. لذلك الاتحاد الدولي هو من يقول كلمته، مو تعيد انتخابات ما عندك. فأنا يؤسفني حتى على الإخوان 18 واحد اللي رجعوا وحضروا الانتخابات، نطوا شرعية لضيف أن يتلاعب بمقدرات الرياضة العراقية، والله واسف عليكم. يعني يا سيد سمير أنت رجل عراقي ونعرفك، وأنت رجل قدت مناصب كثيرة في اللجنة الأولمبية، في الاتحاد العراقي للجودو، وأيضا أنت أمين مالي، عضو مكتب تنفيذي، يعني هاي ما تفوت عليك. لا تفضل الغريب على ابن بلدك وعلى أخوك. ليش يا أخوان؟ المهم احنا ننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. نبارك الفائزين، وفق القضاء العراقي والسلطة العراقية والهيبة العراقية والقضاء والقانون العراقي، نبارك له ونقول له مرحبا بك. وأنا حقيقة أرجع وأقول البرنامج ليس مع أحد ضد أحد، نقف بمسافة واحدة مع الجميع، لكن عندما تتعرض هيبة الرياضة العراقية إلى سوء لا قدر الله، لا والله ما نسكت ونوقف. فهذا الموضوع ننتظر الرد من الحقيقة اللي راح نشوفه. نذهب سادتي المشاهدين إلى انتخابات الاتحاد العراقي للسباحة ووقائع المؤتمر الانتخابي اللي جرى أيضا في قلب العاصمة الحبيبة بغداد، وحضرها أيضا ممثل الاتحاد الدولي للسباحة، الحقيقة اللي نوجه له التحية ونقول له أهلا بك ضيفا كريما. الرجل أيضا كان حاضر كمراقب، وبالتالي الهيئة العامة جددت الثقة بسرمد عبد الإله رئيسا للاتحاد بحضور ممثل الاتحاد الدولي سليمان الكشري، واللي أسفرت طبعا الانتخابات أيضا عن فوز فرقة عبد الجبار ورائد فاضل وسعد فاضل وخليل ياسين وهاشم محمد وريبوار علي وحسن عريان بالانتخابات. من مجموع 27 شخص حصل سرمد على 26 وهاشم محمد على 26 والبقية على 22 صوت. سيتم توزيع المناصب في الاجتماع الرسمي الأول للاتحاد خلال مدة زمنية أقصاها 15 يوم. نتابع هذه اللقاءات.
وجه شكر والتقدير للهيئة العامة لاتحاد السباحة اللي وضعت هذه الثقة المطلقة بينا كأعضاء الهيئة الإدارية، وبالتأكيد هذا يضع مسؤوليات كبيرة علينا من أجل أن يكون عملنا بشكل أفضل من أجل تطوير واقع السباحة العراقية، وإن شاء الله نكون على قدر هذه المسؤولية. أولا أنا سعيد بتواجدي بين أهلي وأخواني في العراق. حقيقة الانتخابات الديمقراطية اللي جرت اليوم سارت بشكل حسن، وأيضا نالت أعتقد رضا الجميع. انتخابات الاتحاد العراقي للسباحة بحسب علمي كان مهيئا لها من فترة، ولهذا كانت كل الإجراءات سليمة وما كان في أي ملاحظات تذكر. حقيقة مسؤولية كبيرة يضعها أعضاء الهيئة العامة في أعناقنا. هناك خطط تكميلية لمنهاجنا السابق في الاتحاد، وهناك خطط مستقبلية سيكون لدينا هناك انفتاح على المحافظات خصوصا التي تمتلك مسابح مغلقة من أجل تطوير اللعبة في العراق. إذن نبارك للفائزين بالمناصب الجديدة وبالدورة الانتخابية. نوجه التحية للأستاذ طه سليمان الكشري ممثل الاتحاد الدولي للسباحة، حللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني العراق. شوف الرجل كان حاضر بصفة مراقب، لا تدخل ولا أبدى رأيه ولا غير انتخابات ولا، وهذا اللي احنا نريده. الضيف اللي يجي نقول له أهلا ومرحبا بيك ونخليك على رأسنا، أما تجي تتدخل بشؤوننا نقول لك لا يا أخوي ارجع منين ما جيت. فالحقيقة نبارك للسيد سرمد عبد الإله الثقة الجديدة اللي أعطتها الهيئة العامة لاتحاد السباحة، على أمل أن نعمل خلال الدورة الانتخابية الجديدة ونرتقي بالرياضة العراقية لا سيما في السباحة وبقية الاتحادات. سادة المشاهدين، أيضا من الأمور اللي نضعها أمامكم الحقيقة هي مخالفة جديدة يرتكبها اتحاد السكواش المنتهي الولاية. طبعا اتحاد السكواش الانتخابات مالته كانت يوم 7، هو يوم 6 أوفد وفد عراقي لحضور اجتماعات المؤتمر الاتحاد العربي للسكواش في القاهرة. الغريب في الأمر أنه من مثل العراق في هذه الانتخاب أو في هذا الاجتماع هو حكم اتحادي، حكم في لعبة السكواش هو السيد رسول قدوري. الحقيقة الجميع يعني استغرب كيف لاتحاد السكواش يوفد حكم لحضور اجتماع عربي تتخذ من خلال العديد من القرارات، لا سيما أنه مقر الاتحاد العربي للسكواش في القاهرة في مصر العزيزة كانت تروم أن تناقش الكثير من المستجدات والمعطيات. طبعا حضر الاجتماع ممثلين عن المملكة العربية السعودية والكويت ولبنان والعراق والأردن. الحقيقة هذا الموضوع اللي احنا يجب أن نتحدث عنه، أنه رئيس الاتحاد لا يمكن ولا يسمح له أن يوفد حكما مع اعتزازنا، لأنه هذا الرجل الحكم هو مو عضو اتحاد ولا قادر على أن يتخذ قرارا يمثل العراق في هكذا محفل. وبالتالي هذا الرجل الحكم يحكم مباريات السكواش ويتقاضى أجرا، يأخذ أجر من اتحاد السكواش. هذه المخالفة الحقيقة الجديدة اللي يرتكبها اتحاد السكواش اللي الحقيقة كان بعيد كل البعد عن أنظارنا وبعيد كل البعد عن الإعلام وعن التسليط الإعلامي، لكن هاي الانتخابات خلف الله عليها اللي خلتنا الآن نضع النقاط على الحروف ونشاهد مدى الانشطار الكبير بين أروقة هذا الاتحاد اللي يعاني ما يعاني لاعبي والهيئة العامة وبقية الأندية، ويمكن سمعتوا اللي احنا أثرناه، ومن شدة المخالفات اللي ارتكبها رئيس الاتحاد اللي ما راح أذكر اسمه حتى لا يقول عندما يذكرني محمد الناصر هاي دعم إليه. لا يا أخوي، احنا الآن ننتقد أدائك، وبالتالي يعني قرار جريء من اللجنة الأولمبية العراقية اللي راح تشكل هيئة مؤقتة من أبناء اللعبة لقيادة اتحاد السكواش حتى إعادة الانتخابات بالصورة اللي نطمح لها وبدعم وتواجد الناس المهنيين أبناء اللعبة. كفانا
كفانا الضحك على الذقون من هذا الاتحاد وبقية الاتحادات اللي للأسف الشديد ما حققت شيء للرياضة العراقية، مجرد حبر على ورق ومجرد على صفحات الفيسبوك، فزنا وخسرنا وسافرنا. مو هيك، مو هيك الشغل، ولا يمكن أن نرتقي برياضة عراقية حتى لو أنت اتحاد مو أولمبي. ما هو اتحاد الشطرنج اتحاد مو أولمبي. شوف النتائج يا رئيس اتحاد السكواش يا منتهي الولاية، شوف ايش دا يسوون. استضافوا ناس وجابوا بلدهم وسووا بطولة عالمية للأساتذة وسافروا وشاركوا ودا يحققون إنجازات وفاتحين الأبواب أمام الإعلام، لا عندهم شيء يخافون عليه ولا عندهم شيء يضموه. وبالتالي نتمنى 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 أن يتخذ القرار الصحيح في تشكيل الهيئة المؤقتة لاتحاد السكواش من أهل اللعبة وما أكثرهم. راح نفتح الملف بس تنتهي الانتخابات، جايكم اتحاد اتحاد بإذن الله تعالى. سادتي المشاهدين، نذهب إلى انتخابات اتحاد كرة السلة العراقي اللي جرت يوم السبت في قاعة المركز الثقافي النفطي. وبالإجماع عاد حسين العميدي رئيسا لاتحاد السلة بعد أن جددت الهيئة العامة الثقة بحسين العميدي رئيسا للاتحاد بحضور 123 عضو يمثلون الهيئة العامة لاتحاد اللعبة البالغ عددهم 124. طبعا الانتخابات حضرها أمين عام الاتحاد الآسيوي هاغوب خاجريان، وأقيمت الانتخابات على جولتين. فاز في الأولى حسين العميدي ومهند عبد الستار وخالد نجم ووسن حنون وكاوا فيصل، فيما نجح في اجتياز الجولة الثانية علي عبد الأئمة ومحمد سلمان وعلي طالب. العميدي حصل على 93 صوت، وسن حنون على 92، مهند على 84، خالد نجم وكاوة على 73 صوت، علي عبد الأئمة على 54. وسيتم توزيع المناصب خلال الاجتماع خلال 15 يوما. نتابع هذه اللقاءات اللي أجريناها مع عدد من الفائزين في الانتخابات. حقيقة انتخابات مميزة، حضور مميز، تعرف أنه من 127 عضو هيئة عامة حضروا 124، عدد ممتاز. هذا يدلل على أنه حبهم لكرة السلة، لخدمة كرة السلة. انتخابات بالجولة الأولى فازوا 5 أعضاء، وبالجولة الثانية فازوا 3 الآخرين. إن شاء الله نعاهد على أنه نقدم يعني كل ما نستطيع من جهود لخدمة كرة السلة بالأربع سنوات القادمة إن شاء الله. الحمد لله والشكر أنه الهيئة العامة عامة كلها كانت عند حسن الظن واستجابت لطلبنا في الحضور. هي عامة كبيرة، أكثر من 120 شخص، 124 حضروا من 126، هذا فشيء كبير، اعتزازهم وحبهم بالهيئة العامة بالهيئة الإدارية. أتمنى التوفيق للهيئة الإدارية الجديدة أنه تستمر في نفس العطاء بخط واحد بالتقدم والتطور مع الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. الحمد لله يعني لأن ثقة الهيئة العامة، وأكيد هاي يعني حملونا مسؤولية كبيرة باتجاه إنقاذ كرة السلة العراقية، وشكر وتقدير لكل من صوت لنا ومنحنا هذه الثقة، وإن شاء الله الله يمكننا أن نقدم فشي يخدم السلة العراقية، خصوصا منتخباتنا والأندية وكل اللاعبين والحكام والمدربين إن شاء الله. نبارك للسيد حسين العميدي فوزه بمنصب رئاسة الاتحاد والحفاظ عليه لدورة انتخابية جديدة. لكن للأسف الشديد هذه اللعبة الانتخابية اللي ما حققت طموحاتنا كمتابعين للسلة العراقية بأن يكون متواجد في الهيئة الإدارية للاتحاد العراقي لكرة السلة بشخصيات متمثلة بحكمة محمود نديم، هذه الشخصية الكبيرة الرائعة، وأيضا النجم الكبير السابق عامر طالب اللي للأسف الشديد أيضا لم يحالفهم الحظ، بالإضافة إلى الكابتن مدرب منتخبنا الوطني السابق حمزة عبيد، وأسماء كبيرة لم يحالفهم الحظ في التواجد بالهيئة الإدارية لاتحاد السلة. لكن نعول الخير والموفقية على الاتحاد الجديد اللي نبارك أيضا إلى الدكتور علي عبد الأئمة صعوده عضوا في الاتحاد. نتمنى الموفقية والنجاح إلى هذا الاتحاد. سادة المشاهدين، من عجائب العراق العزيز الغالي في أروقة الرياضة وفي انتخابات اتحاد السلة العراقي، شاهدنا نجم من نجوم الكرة العراقية وكابتن للمنتخبات الوطنية هو الكابتن حيدر محمود متواجد في انتخابات اتحاد السلة، وهو عضوا في الهيئة العامة ممثلا عن أحد أندية كردستان. الحقيقة تفاجأنا كثيرا وشدنا تواجد
نجم بحجم حيدر محمود اللي يفترض أن يكون الآن متواجد في الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، أن يكون متواجد في أحد المنتخبات الوطنية، اللجان الفنية، لجان المسابقات، لأنه حيدر محمود إمكانية تدريبية إدارية شخصية إلى بصمة في مسيرة الكرة العراقية، لكن أن يكون عضوا في هيئة عامة لاتحاد كرة السلة، وهاي اللعبة الحقيقة ما لها علاقة بتاريخ حيدر محمود، لكن بالعراق عشنا وشفنا، التقينا بحيدر محمود وأجرينا هذا الحوار اللي تحدث من خلاله لزميلنا محمد الخفاجي عن طبيعة تواجده وإدلاء بصوته في انتخابات اتحاد كرة السلة، نتابع. أكيد اليوم هو الجميع يعني سألني كيف حيدر محمود اليوم حضر مع السلة. أكيد لعبة السلة طبعا عندي مفضلة أنا بصراحة، وعندي علاقة مع اللاعبين وأيضا المدربين وأيضا الأعضاء للاتحاد، كوني أنا أسكن في دهوك مثلت أحد الأندية في اللي إعطائي صوت لأحد الأشخاص، لكن التواجد اليوم وشفت شخصيات كبيرة وعريقة خدمة الكرة السلة بصراحة مثل الكابتن عامر طالب والكابتن حمزة داود، أيضا هناك أيضا مدربين كفون بصراحة اليوم يعني أنا جاي على شخص واحد إلى شخص، لكن اليوم مشاهدتهم صراحة انتخبتهم نعرف قادرين على قيادة اتحاد السلة، أشخاص كفؤين، أشخاص يمتلكون شهادات وخبرات طويلة، إن شاء الله يعني أتمنى يكون نصيبي يعني اليوم لهم في الفوز في هذه الانتخابات حتى قادرين على قيادة اتحاد السلة. أشكر الكابتن حيدر محمود، ويا كابتن حيدر والله مكانك مو هنا مع اعتزازنا باتحاد السلة، بس اتحاد السلة لهلة للاعبيه لمدربيه لخبرائه، أنت مكانك اتحاد كرة القدم كابتن حيدر، والحقيقة أنا أول الداعمين لتواجدك حتى في لجنة اللاعبين القدامى أو رابطة اللاعبين القدامى، لأنه الآن مسميات كثيرة، لكن تتواجد لتعطي صوتك وتكون عضو هيئة عامة ويمكن تفوز بانتخابات اتحاد السلة، وهذا الشيء الحقيقة ما نريده، لأن احنا الآن داعمين لتواجد أهل اللعبة في الاتحادات. عموما أتمنى الموفقية والنجاح، وهذه رسالة إلى اتحاد الكرة لاحتضان هذه الأسماء الكبيرة من نجوم منتخباتنا الوطنية أن تكون فاعلة ومتواجدة، مثل ما تحدثنا سابقا السيد عبد الخالق مسعود وقال أبواب الاتحاد وأذرع الاتحاد مفتوحة أمام كل نجومنا لأن يكونوا متواجدين معنا والإدلاء والاستفادة من خبراتهم المتراكمة. ما زلنا في أروقة انتخابات اتحاداتنا الرياضية، وإحنا الآن منشغلين يمكن في تغطية حصرية، وفريق عمل الشوط الثالث وزملائنا في بغداد الحبيبة متواجدين حتى في أيام عطلتهم، الجمعة الخميس أمطار سبت، متواجدين لتغطية انتخابات الاتحادات الرياضية، واللي الحقيقة انفرد برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز أن يكون حاضرا أولا بأول في رفدكم بآخر مستجدات نتائج انتخاباتنا. هذه المرة كنا في المؤتمر الانتخابي للهيئة العامة لاتحاد الفروسية العراقي، إذ جددت الهيئة العامة لاتحاد الفروسية الثقة بحيدر حسين علي الجميلي رئيسا للاتحاد، وأسفرت الانتخابات عن فوز محمود حسين وحذام عبد الوهاب وشاكر هادي وثعبان عبد وعلي صلاح وباقر ثعبان وعايد عبد، وجرت الانتخابات يوم السبت في المركز الثقافي بالعاصمة بغداد. حيدر حاز على 15 صوتا من بين 16، وأيضا حصل باقر ثعبان وعايد عبد على 14 صوت، أيضا حصلوا على 15 صوت مع حيدر الجميلي محمود حسين وثعبان عبد وحذام عبد الوهاب، سيتم توزيع المناصب خلال 15 يوما. أيضا هذه اللقاءات اللي أجريناها بعد الانتخابات. يعني في البداية نشكر جميع القنوات اليوم غطت هذا الحدث على مسافة واحدة، أنا ممنون منكم جدا، وأيضا في نفس الوقت أنا عاهد يعني الهيئة العامة اللي اليوم وضعت الثقة بي أنه الأربع سنوات المقبلة أكو خطة غير الأربع سنوات الماضية اللي انتهت، واللي يعني أنا أعتبر من عندها كان بها بعض العجاف بسبب الضائقة المالية اللي مرت بها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولشحة الخيول، ولله الحمد حصلنا على مراكز متقدمة في السنوات الماضية، حصلنا على ثالث على العالم في بطولة التقاط الأوتاد وميداليتين ذهبية وميدالية فضية
الأرضية. وكان آخر شيء هو أنه تأهل الفارس إن شاء الله سعد حميد إلى أولمبيات الشباب، وهذا لأول مرة بتاريخ الفروسية العراقية أن يتأهل فارس أو فارسة إلى أولمبياد أولمبيات شباب وليس إلى أولمبياد. تعرف أنت الانتخابات جرت بشفافية وسلاسة عالية جدا، التنافس مشروع لدى كل الأعضاء، يعني الكل يطمح أن يقدم شيء من خلال هذا المنصب، وهو منصب شرفي طبعا أكثر ما هو مهم بالنسبة لنا كأعضاء، لأنه احنا خلية واحدة كاتحاد فروسية ونعمل سوية في هذا المجال، وأي مشكلة ما بها. أيضا نبارك للفائزين ومبروك للسيد حيدر الجميلي الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية برئاسة اتحاد الفروسية ولاية جديدة. أيضا نتمنى أن ترتقي رياضة الفروسية إلى سابق عهدها وأن تتوفر عوامل النجاح، لأنه إحنا أيضا يجب أن نتحدث بمهنية، أنه إذا أكو بنى تحتية وأكو أموال وأكو تخطيط صح أكيد راح نحقق نتائج، لكن إذا ماكو أموال ماكو بنى تحتية لا يمكن أن نتحدث، يعني عفوا بالضحك على الذقون ونقول راح نجيب نتائج، لا، النتائج ما تجي هواء في شبك، فيراد الكثير الكثير. أيضا أحبتي المشاهدين، انتخابات اتحاد الطاهرة شهدت منافسة شديدة على رئاسة الاتحاد بين المرشح سواد حسين وبين مناف فاضل رئيس الاتحاد. الحقيقة الانتخابات اللي جرت أيضا يوم السبت أقيمت على جولتين في المركز الثقافي النفطي بالعاصمة بغداد بحضور 55 عضو يمثلون الهيئة العامة. فاز بالجولة الأولى مناف وسوادي وجميل العبادي وحبيب علي وصبيح حنتوش، بينما فاز بالجولة الثانية حمزة عبد العباس وأحمد مهدي وعبد الكريم عبد العباس. حصل جميل العبادي على 33 صوت وحبيب علي على 32 وصبيح حنتوش على 30 صوت ومناف وسوادي على 28 صوت وحمزة عبد العباس على 24 وأحمد مهدي على 20 صوت وعبد الكريم عبد العباس على 19. لم يتمكن كل من عبد الله نجم وإبراهيم مزهر وعلاء حسين وعلاء شاكر وأحمد غازي وشوان خالد وخالد بشير وعلي محسن ومحمد عمادي وعلي يعقوب من الحصول على الأصوات اللي تأهلهم، حيث حصل عبد الله نجم على 13 صوت وإبراهيم مزر على 10 وعلاء حسين على 7 وأحمد غازي على 14 وشوان على 17 وعلاء شاكر على 9 وخالد بشير على 9. والحقيقة منافسات الجولة الثانية أسفرت عن فوز مناف فاضل رئيس الاتحاد. أيضا أجرينا هذه اللقاءات مع الفائز مناف فاضل برئاسة اتحاد كرة الطائرة. هذا دليل على أنه الاتحاد كان ما عنده فد أجندة خاصة الأندية ويجيرها لنفسه، الاتحاد مفتوح على جميع الأندية، يعني اتحاد الطائرة اليوم خل في النقطة جدا مهمة أنه الأندية جميعها اللي شاركت بنشاطات خلاها بالجمعية العمومية وكان لها يعني الرأي الأول والأخير. إن شاء الله اللي ما كتبنا راح نثبت له بجدارتنا والرجع على الصف، واللي كتبنا نشكره وايضا نشكر اللي ما كتبنا. عندما تكون رئيس اتحاد وتقريبا نصف الهيئه العامه ما تنتخبك ما يخليك تراجع حسابك؟ لا، هاي انتخابات ودي انتخابات ديمقراطيه، كل شيء بيها كل شيء بيها صح، اكو غصه بالنفس، ولكن قلت لك راح نثبت اللي ما انتخبونه اخوانا اعزاء راح نثبت لهم العكس، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. تكون بصف واحد لو يبقى الكتله الثانيه يعني راح ياخذ دور المهمه؟ لا، الطائره دائما صف واحد، ما بي هذا النفس او هاي الاشكاليه ابدا. صراحتي واضحه جدا، كون العمل ائتمان ومسؤوليه. هذه الانتخابات حقيقيه افرزت جمله من تفاصيل يجب ان تكون باتحاد كره الطائره، يجب ان يكون هذا الاتحاد قادر على مسؤوليته، يجب ان يرتقي بلعبه الكره الطائره. الكره الطائره تنحدر الى هاويه، اذا ما تمكن هاي المجموعه بتطوير الحارث كره الطائره سنرجع الى الوراء 20 سنه قادمه. طبعا مبروك للفائزين ونعتذر من اللقاءات اللي ما عرضناها، لكن نوعدكم انه راح نعرضها ان شاء الله قريبا. احنا نهنئ الفائزين ونقول لهم امامكم مسؤوليه كبيره هي تحقيق المنجز الرياضي العراقي اللي غاب سنوات، لانه اكثركم نفس الوجوه حقيقه، واحنا مو ضد بقائكم، مع انه احنا نكون معاكم الاداه المساهمة في تحقيق المنجز. يعني اتحاد الطائرة الحقيقة بدايته غير نهايته تحت قيادة السيد مناف. الحقيقة في الفترة الأخيرة
بدأ الاتحاد ينشط يحقق شيء، كان اتحاد بعيد كل البعد عن الإنجاز عن المشاركات، عندنا منتخبات ما حقق شيء. الحقيقة خسائر المنتخبات العراقية بعدد كبير من الأشواط، أمور كثيرة، لكن للأمانة الاتحاد الآن في الفترة الأخيرة بدأ ينشط بدأ يشتغل، وهذا ما نريده. فنتمنى من اتحاد الطائرة وبقية الاتحادات أن تعود إلى منصات التتويج وتفكر. بالمناسبة اللي يريد يشتغل ترى متعقة شغلة البنى التحتية، يقدر يسوي معسكر ويقدر يختزل، يعني يقدر بدال ما يدز ثلاث أعضاء اتحاد إيفاد يسويهم واحد، وبدال ما يكثر إيفادات يقتصد، وبدال ما صرفيات هنا وهناك اللي احنا ما نريد نحكي عنها الآن. هذا على كل الاتحادات، مو على اتحاد الطائرة حتى لا يأخذون عليهم، لا أحكي على كل الاتحادات. علينا أن نختزل المصاريف حتى نقدر نحقق، لأن احنا الآن أمام تحديات جديدة. الآن كل الوجوه باقي، وبالتالي ماكو عذر بعد. يعني المشكلة إذا ما تحققت الإنجازات، يعني المشكلة بيكم أنتم كشخص. فالحقيقة أتمنى الوفقية والنجاح. وأكو بعض الاتحادات اللي هي الثلاثي والشراع وبقية الانتخابات راح نعرضها يوم غد، لأن الوقت الحقيقة 8 انتخابات صارت خلال اليومين، وبالتالي اليوم أخذنا 5 اتحادات، يوم غد راح نأخذ 3. أخيرا نذهب إلى الموصل سادتي المشاهدين، بعد أن خرجنا من عباءة الانتخابات نذهب إلى منهاج ممثلية أولمبية نينوى اللي الحقيقة نظمت بطولة الملاكمة لفئة الناشئين واللي احتضنتها حلبة منتدى شباب الأندلس. شارك 4 أندية يمثلون أقضية ومدن محافظة نينوى العزيزة، والحقيقة كانت هناك منافسة قوية جدا ما بين اللاعبين لتم اختيارهم إلى منتخب المحافظة للمشاركة في المنافسات المقبلة. طبعا اتحاد الملاكمة هو من نظم هذه البطولة، وأسفرت عن فوز نادي الموصل بالمركز الأول وعمال نينوى بالمركز الثاني، الفتوة ثالثا. في ختام البطولة وزعت الهدايا والجوائز التقديرية على الملاكمين الفائزين بالمراكز الأولى. طبعا أجرينا أيضا زميلنا محمود الاستيفاني هذه اللقاءات مع عدد من المعنيين اللي كانوا مشرفين على هذه البطولة. ضمن نشاطات ممثلية اللجنة الأولمبية الصيفية وبدعم من وزير الشباب يقيم اتحاد الملاكمة فرع نينوى بطولة الناشئين والشباب، بطولة الناشئين والشباب لأندية محافظة نينوى، وقد اشترك في هذه البطولة عدة أندية على مستوى المحافظة وخارج المحافظة. وحقيقة الغاية الأساسية من هذا النشاط هو اختيار لاعبي منتخب ناشئين ومنتخب الشباب. بتوفيق من الله جرت بطولة المحافظة على حلبة منتدى شباب الموصل بمشاركة 4 أندية ومنتدى شباب بحشيقة. كنا هي يعني أولى بطولاتنا لهذا الموسم، واختارينا أن تكون بنهاية السنة الاستعداد للموسم الجديد لكي نختار الطاقات والمواهب المبدعة لإشراكهم ضمن منتخب نينوى للملاكمة. أولى نشاطاتنا كهيئة مؤقتة لإدارة اللعبة عن عد من الآن بعد انقطاع دام أكثر من 4 سنين. طبعا أنا جدا أشكركم وأشكر حضوركم وأشكر دعمكم المتواصل لي. مع شوف هاي أجواء البطولة وشاركنا بطولات، نشكر الإدارة والتحكيم، أحرزت المركز الأول إن شاء الله بالمنتخب الوطني راح أشارك. ما شفت عن منافسات البطولة؟ منافسات جيد جدا. صعوبات خلال البطولة؟ ما لا أي صعوبات ماكو. شكر موصول لزميلنا محمود الاستيفاني وفريق العمل في محافظة نينوى على وضعكم بآخر المستجدات. الحقيقة قبل أن نختم هذه الحلقة لابد أن نضعكم في قلب ما يدور خلف كواليس بعض الاتحادات اللي ما أجرت انتخاباتها إلى الآن، ومنها اتحاد الملاكمة، اتحاد الأثقال. الحقيقة هذه الاتحادات تشهد صراع عنيف ما بين الطامحين للدخول في الانتخابات وخلفهم بعض القوى اللي راح نحكي عنها تباعا، و
للأسف الشديد هناك بعض التهديدات اللي توجه إلى بعض شخوص هذين الاتحادين اللي يردون بشتى الطرق يدخلون وينافسون الرياضيين بل ويبعدوهم عن خدمة الوطن في المحفل الرياضي. الحقيقة في هذا المنبر راح نتحدث عن كل شيء لأن احنا نريد ندعم كل الشخصيات الرياضية أن تكون حاضرة في الانتخابات لخدمة الرياضة العراقية. ومرحبا باللي يريد يخدم بس مو بشرط أن يكون عضو اتحاد، اخدم بفلوسك، ادعم الرياضة وانت بعيد وانت محب وانت مشجع، مو إلا عضو اتحاد أو رئيس اتحاد أو نائب. فهذا الموضوع اللي حبيت أقوله لأنه الحقيقة لا سيما في اتحاد الأثقال أكو مشاكل كبيرة وصلت إلى التهديد وإلى العشائر وإلى ضرب الإطلاقات وأمور كثيرة، وأيضا اتحاد الملاكمة. لكننا سنكون بالمرصاد لكل من يريد أن يتلاعب على القانون والقضاء والرياضة العراقية. سادتي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي غطينا بها تقريبا 5 انتخابات لاتحاداتنا الرياضية. نوعدكم بأننا سنكون معكم في تغطية لنتائج انتخابات اتحاداتنا الرياضية. أحلى تحية من جميع زملاء العاملين في استوديو البث في الكنترول ومن زميلي مخرج البرنامج علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. إلى يوم غد طبتم في أمان الله وأقول لكم في أمان الله.